نعم. شو بتقولي لهالجمهور الموجود هون اللي فيه حزبيين؟ أربع لي شيخة ما 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 تخافي مني. شو بدك تقولي لهم؟ طمنتنا. بدي أقول لهم أول شيء إنه أنا كتير معجبة فيهم كلهم، خاصة الناس يلي عم بعد بالثورة وبالشوارع، بس كمان بهوديك معجبة فيهم لأنه كلهم لبنانية وكلهم مواطنين لبنانية. أوكي. وأنا بحترم الجميع. طيب. هاي أول شغلة. تاني شغلة ما تظهروا من الساحات. تالت شغلة سألتني سؤال شو يعني كلهم؟ يعني كلهم مش معناتها كلهم ما بيسهوا، هيدا قلة احترام الواحد يقول هيك، بس خليهم كلهم يروحوا على البيت والمنيح منرجعوا. بترجعيهم؟ ايه منرجعوا. شكرا.